إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وأيضا كيف لهذه الخطوة أن تنعكس على ملف الاستيطان؟ يعني أولا تحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين وللضيفة الكريمة. بالتأكيد مسألة إنهاء الانقسام مسألة تبدو صعبة للغاية في ظل تباين الآراء ووجهات النظر وحتى المصالح بين الفصائل الفلسطينية المختلفة. يمكن حضرتك أشرت منذ قليل إلى مجموعة من الجهود التي بذلت في هذا المسار، وللأسف الشديد لم تحقق المأمول منها بإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الداخلية، على الرغم من إدراك الجميع أهمية هذه الخطوة وحيويتها في دعم ومساندة المشروع الوطني الفلسطيني الذي يتعرض بالفعل لخطر محدق من جانب الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي تريد تصفية هذا المشروع وتصفية القضية الفلسطينية برمتها والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية بالكامل. من الواضح أن هناك فجوة كبيرة في وجهات النظر وفي المواقف بين الأطراف الفلسطينية المختلفة. هذه الفجوة حتى الآن لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لسدها والعودة أو إعادة بناء اللحمة الفلسطينية مرة أخرى. وللأسف الشديد طالما استمر هذا الانقسام وطالما تواصل هذا التفكك في البنى السياسية للفصائل والأطراف الفلسطينية المختلفة، فإن المستفيد الأول والدائم هو الاحتلال الإسرائيلي الذي للأسف الشديد يعمل. ولهذا دكتور، قبل أن أذهب إلى أستاذة رتيبة، يعني شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من الفصائل الفلسطينية في اجتماعات اليوم بمدينة العلمين المصرية، كيف نعكس حجم المشاركة، يعني دلالة حجم المشاركة على تقديم حلول لمواجهة التحديات الراهنة في ملف الاستيطان وممارسات الحكومة الإسرائيلية، وماذا يعني غياب بعض الفصائل عن الاجتماع؟ يعني أولا في تقديري من غابوا عن هذا الاجتماع لم يكونوا بالكتلة المؤثرة التي يمكن أن تفشل الاجتماع. مجرد انعقاد هذا الاجتماع في تقديري كان خطوة في حد ذاته، أن تجتمع وتلتئم الأطراف والفصائل الفلسطينية على أرضية وطنية، هذه مسألة ضرورية ومهمة في حد ذاتها. بالتأكيد كنا نأمل أن يكون هناك نتائج ملموسة وقرارات تطبق على الأرض، ولكن هذا لا يدفعنا إلى التقليل من شأن الخطوة التي تمت. ما تم حتى ولو كان رمزيا ولو كان دون التوقعات، ولكنه كان في حد ذاته خطوة مهمة من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. مسألة الاستيطان مسألة خطيرة للغاية، لأن الاستيطان يقضي ويلتهم على الأراضي أو يلتهم الأراضي التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية، وبالتالي ما تقوم به إسرائيل من مد خلاياها السرطانية الاستيطانية في كل الأراضي في الضفة الغربية مسألة تبعد الحلم الفلسطيني وتلتهم فرص إقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي هذا هو التحدي الرئيسي الآن، والذي كان يفترض أن يكون مسؤولية تاريخية أمام الفصائل الفلسطينية في لحظة فارقة من عمر هذه القضية. كلما استمر الانقسام كلما تمادت إسرائيل في مشروعها الاستيطاني، في التهام الأراضي الفلسطينية، في الاقتحامات، في الضغط على المدنيين الفلسطينيين وتعرضهم لمذابح وجرائم ضد الإنسانية. للأسف الشديد كما قلت الانقسام لا يخدم سوى إسرائيل، لا يخدم سوى المشروع الاستيطاني، ويبعد للأسف الشديد حلم الدولة الفلسطينية عن التحقق وعن أن ترى النور في المستقبل القريب.